محسن اسعدتونا وامتعتونا، ونتمنى ان شاء الله بدايه موسم سعيد وموفق في مزيد من الاثاره والقوه. معلش وهنتابع سريعا. سريعا بس عشان انت عارف طبعا امح الدولي هو مريض وموجود في المستشفى، ولما عرف ان انا عندي حلقه بكره والله انا افتكرته دلوقتي في اخر لحظه. لا ازاي بقى؟ قال لي بس تقول اسمي في الحلقه، فطبعا نتمنى له السلامه، ونتمنى من كل اللي بيتابعونا يدعوا له بالسلامه والشفاء ويقوم بالسلامه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اشكركم مره ثانيه، بشكر كل اللي تابعونا. حلقه جديده من السادسه ان شاء الله قريب جدا، نسخن لبدايه الموسم نستمتع بيه، وان شاء الله الاهلي يكون فيه نجاح على كل المستويات. بشكركم على المتابعه وتحياتي لكم.